Thank you.
حاجه مش شايفه حاجه مش فاكره انت مين اصلا. اهدي يا زينة. اهدي يا زينة. نزلني من هنا. زينة اهدي. نزلني من هنا. انا مش شايفه. اهدي يا زينة. نزلني من هنا. هرب عليك. زينة اهدي. نزلني. هرب عليك. سيبني. ممكن تهدي. ممكن تهدي. نزلني من هنا. ممكن تقفلي الزفت ده. بس بس بس. انت بجد مش فاكراني؟ هكلم الدكتور بتاعك. ايوه يا زينة. الو. ايوه دكتور. مين معايا؟ انا جوز زينة عبد الحميد. فاكرني؟ اه طبعا فاكرك. امال فين زينة؟ هي زينة بس اتخبطت خبطة جامدة شوية في دماغها. مغمى عليها طبعا. لا هي فائد دلوقتي بس مش فاكرة اي حاجة. انتوا فين دلوقتي؟ في الغردقة. والخبطة دي بقالها قد ايه؟ مش عارف بس ما يتهيأليش كملت اكتر من ساعة. طيب خليني اكلمها لو سمحت. ثانية واحدة. كلمي دكتورك. الو. سلامتك يا زينة. ايه اللي حصل؟ مش فاكرة اي حاجة. ما تقلقيش ده وضع مؤقت. مش شايفة يا دكتور. مش شايفة حاجة خالص. اهدي 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 يا زينة. متقلقيش هتبقي كويسة والله ان شاء الله. طيب اديني يا احمد لو سمحت. ايوه دكتور. ايوه استاذ احمد. دي نفس الحالة اللي حصلت لها قبل كده بالظبط. هترجع تفتكر بعد قد ايه؟ المفروض في خلال ساعات بس لو طولت عن كده يبقى لازم نبتدي في اجراءات العملية فورا. متشكر. هاتي ايدك. متخافيش. هاتي ايدك. في ايه؟ حصل ايه؟ ولا حاجة. Thank you.
عارفة مين ده؟ مين ده؟ استنى بس، مين ده؟ تعالي. بالراحة، أنا مش شايفة، بالراحة مش شايفة حاجة. ماليش دعوة. أول المرسى هنا يا ريس. حاضر يا باشا. متشكرين. السلام عليكم. سلام. رايحين فين؟ رايحين فين؟ اجدو! رايحين فين؟ اجدو! يا باشا! حل لي الحبال بتاعتي بسرعة يا اجدو! بسرعة يا اجدو! ما تجريش كده! انا هطلع المركب دلوقتي، امسك فيه وامشي ورايا بالظبط، ورايا بالظبط. حسن تعالي على طول، على طول. استنيني هنا. خلصت يا ابنه؟ تمام يا باشا. ضو بيجري ورانا ده. طب بالراحة. طب عايز مننا ايه؟ انت متردش عليا ليه؟ هو انا ليه مش شايفة؟ واخدني على فين دلوقتي؟ انت متردش عليا ليه؟ ما ترد بقى، انا هجنن. كيف انا لو موت وافهم ازاي عملت فيا كده؟ انا عملت فيك ايه؟ بجد مش فاكرة اي حاجة. ده تليفونك، كنت مسجل عليه كل حاجة بصوتك. دوسي هنا. عطشانة.
حاولي تفتكري يا زينة. شكل الحكي بالكلام هيبقى أصعب بكتير من الحكي بالكتابة، بالذات مع حد زي، تحديدا كمان لما يبقى في مليون بداية ينفع ابتدي بيها. بس أنا هبتدي بأحمد. أحمد أول راجل حبني بجد، ما كانش ينفع بأي شكل من الأشكال أرفض حب حد زي، ومفرحش بيه قوي كمان. كان بيعمل علشاني كل الحاجات اللي بحب أعملها، بيصاحب صحابي اللي بحبهم، بيركب معايا خيل عشان أنا بحب الخيل، وبيسافر معايا الغردقة عشان عارف قد إيه أنا بحب البحر. ناجح جدا في الشغل، منظم في تفكيره بطريقة غريبة، عارف هو عايز يركب العربية دي بالذات ليه، ومميزات الشقة اللي هنتجوز فيها إيه، عارف يقسم وقته بيني وبين شغل، لأنه ببساطة ما عندوش في حياته غير دمه خفيف ومخلص. خد يا معلم، حط في الفطار. استاذ احمد صحي ولا لسه؟ لسه نايم. احمد اصحى يا احمد، صباح الخير. انا جبت فطار عشان نفطر مع بعض. احمد صباح الخير. الساعه كام؟ الساعه 9:30. اصحى يا احمد، صباح الخير. اللي صحاكي بدري كده يا زينه؟ انا مطبقه اصلا، ما نمتش، كنت بخلص المقاله بتاعتي. طب انتي مطبقه النهارده الجمعه؟ انا عايز انام. ايه علاقه الجمعه؟ انت بقالك 9 ساعات نايم من ساعه ما قفلنا التليفون مع بعض امبارح، الا اذا كنت عملت حاجه تانية يعني بعد ما قفلنا. اصحى قول لي عملت ايه يا احمد. اصحى يا احمد. زين انت عايزه ايه؟ عايزك تقوم نفطر مع بعض وتقول لي عملت ايه امبارح بعد ما قفلنا. جاي تفطريني ولا جاي تفشيني؟ في يوم من الايام هقفشك، اصلي مش داخل عليا دور الادب اللي انت عايش فيه، وبصراحه مش قادره اصدق ان بقالك 5 سنين ماسك نفسك. ومين قال لك ان انا ماسك نفسي؟ ده معاك انت بس على فكره. يعني انت بتخوني؟ اخونك ده لما نبقى متجوزين. وبعدين مفيش راجل مش خاين، في خاين غبي وفي خاين ذكي ما يتقفش. والله؟ اه. وانت بقى الخاين اللي ما يتقفش ده. طب انا لو قفشتك كنت متاكده ان احمد عمره ما خاين، وبيقول لي كده وخلاص عشان يكسر عندي انطباع ان الراجل المثالي اللي ما بيغلطش. بصراحه حتى على مستوى شغلي كان بيعرف بمنتهى البساطه ايه اللي ممكن يبقى مش مريحني في اي حاجه بكتبها ويحلها لي. انت رايحه فين يا زينه؟ يا دوب ابعت المقال دي المجله وبعدين اروح انام، مش قادره. باي زينه. على فكرة أنا قلت لأهلي إن الفرح في مايو. خلاص مايو؟ مش عارفة ليه كنت بقلق لما بفكر إن هو ده الراجل اللي هعيش معاه بقية حياتي. ماشي أكيد ماشي. كان fear of commitment، عكس مامتي عمرها ما تمنيت لي راجل أحسن منه. كانت بتتعامل مع أحمد كأنه واحد من العيلة. ولا باش مهندس ولا حاجة، شكلك محتاس. طب جربي كده وريني. لا باش مهندس. بس ما تقعديش بقى بره كده كتير عشان الشباب عندها كده. انت بكاش. علمي بقى، انا لولا ان انا عرفت بنتك الاول كان زماننا متجوزين دلوقتي وعندنا واحده قد زي. بقول لك بكاش يا اختي عليكم، نايقين على بعض قوي بصراحه. يلا يا احمد نخلص. يلا يا عم انت هتمثل. كان الامان بتاعنا احنا الاتنين بعد ما بابا مات من الاخر يعني نموذج للراجل اللي بتتمناه اي بنت في الدنيا. بس أنا عمري ما تمنيت أبقى زي أي بنت في الدنيا. عايز تكلمي في إيه؟ مفيش يعني حاجة محددة، بس عندي سؤال. اسكي. هو أنت عايز تتجوزني عشان اتعودت عليا وأنا البني آدم المناسبة ليك، ولا عشان بجد بتحبني؟ مناسبة؟ لا، لو من ناحية مناسبة فما انتيش اللي كنت في خيالي خالص يا زين. ازاي يعني؟ يعني انت عارف ان انا بحب البنات شعرها اصفر طويلة بتتأخر والحاجات دي كلها. فاكرة ان مين صاحبتك اللي كانت معاكي في الجامعة وانت عرفتيني عليها؟ بجد يا احمد مش عايزة اهزر،
يعني ازاي البني ادم يختار حد ويحس ويبقى متاكد وعارف انه عايز يقضي بقيه حياته معاه؟ انت تساليني ولا بتسالي نفسك ازاي؟ لا انا بتكلم في العموم. مش يمكن بعد شويه تلاقي واحده وتحبها اكتر وتحس ان هي دي اللي انت عايز تقضي معاها بقيه عمرك؟ انا عن نفسي شفت كتير وعارف كويس قوي ان انا مش هبقى مع حد غير كازينة. عارفه ليه؟ عشان انا بحب روح كازينة ودي حاجه ما بتتغيرش مع الوقت. هو انا حبيت احمد مش ما حبيتهوش، بس انا وقتها كان معنى الحب عندي لهفه وقلق وحيره زي اللي في الروايات والافلام، عكس رشيد. زي في الوقت ده حر كده ومنطلق، واللي بيطاق في دماغه بيعمله من غير حسابات، كل الستات عينها عليه والمحظوظه فيهم هي اللي هو يشوفها. وانا كنت تافهه قوي وجعانه خبره، بس الاحساس ده ما كانش من حق، او يعني بالاصح حاولت ادور عليه مع الراجل اللي هتجوزها. اكتشفت بعد كده ان الاحساس ده بيجي بتلقائيه من غير ما نقعد نركز وندوس عليه، وإلا تلاقيها حاجة مسخة ملهاش أي طعم. ابتديت أهرب من المواقف اللي زي دي علشان ما اديش نفسي فرصة واجه حقيقة مشاعر. أنا مش قادرة أصدق إن أنتوا مسافرين وما قلتوليش. أنا راشقة في الرحلة دي، وإذا ما سافرتش هبوظها لكم. كان ممكن أفضل مكملة، بس أحمد مقدرش. مالك يا مفيش؟ مفيش ازاي؟ انت بقالك ساعة ساكت، ممكن تقولي في ايه؟ بحاول الاقي اي تفسير منطقي لكل تصرفاتي دي يا زين. تصرفات ايه؟ مش فاهم. احنا ليه كل ما نيجي نخرج ولا نسافر في حتة الاقيكي قايلة لمروة واصحابها مستعجلة جدا ان نلحق نخلص العشاء بتاعنا عشان نلحق نروح لمروة عشان ما تزعلش؟ واحنا طبعا مش مهم نقضي الفالنتاينز مع بعض. ليه كل ما اجي اتكلم معاكي في جوازنا تغير الموضوع؟ فعادي طبعا الاقيكي متفق مع اصحابك ان انت تسافروا في شهر 5. زين احنا فرحنا في شهر 5 على فكره. لو انت مش واخده بالك من كل ده او مستنيه ان هتيجي مني ففي الحالتين بجد انت مش فاهم الموضوع. الموضوع مش كده. امال ايه الموضوع؟ زين انا قاعد بدور على عذر عشان نكمل مع بعض، بس انا عارف الحقيقه وبحاول اهرب منها عشان مش قادر اواجه. انا مش بلومك على حاجه، محدش بيختار هو بيحب مين وليه، بس من فضلك ما تكدبيش على نفسك اكتر من كده. انا مش بكدب يا انا فعلا ساعات بحس اني متلخبطه جدا مش عارفه ليه، بس اللي انا متاكده منه ان انت حاجه مهمه قوي بالنسبه لي وان انت مش عارف. عارف يا زينة بالنسبه لك ممكن ابقى اب اخ زوج، بس عمري ما هبقى حبيبك يا زينة. كان عنده حق في كل كلمة قالها.
ما كنتش فاهمة ساعتها الموقف ده نتيجته ايه. كنت فاكراها قمصة وتعدي، لاني في الحقيقة ما كنتش مستعدة انه يسيبني. قامت لخبطة بس مش عايزاه يبعد عني. في حاجة يا احمد؟ لا مفيش، موبايل بس. كان جوايا قبضة رهيبة وانا شايفاه بيبعد. حاولت اتصل بيه بس ما ردش، سبته شوية لعنده وكرمته. بس الحقيقة اني اتصدمت لما لقيته خطب بعد 3 شهور. ساعتها حسيت جوايا بخوف ما كنتش فاهمة سببه. هو انا خايفة عشان فقدت حب احمد ليا واحساس الامان اللي كان بيديهولي، ولا عشان انا حبيته بس ما كنتش فاهمة ان هو ده الحب؟ مش فاهمة هو قدر ينساني بسرعة كده ويحب، ولا ده كان مجرد هروب وخلاص. سافرت بيتنا في الغردقة رايح أعصاب. أبويا الله يرحمه هو اللي حببني في البحر، لفيت معاه شبر شبر وجزيرة جزيرة. مرة وأنا صغير سألته عن القمر، قال لي إن القمر ده في آخر الدنيا ووراه صور عالية، وإن الناس لما بتموت بتروح هناك، وأما القمر يكمل نقدر نكلم الناس اللي إحنا بنحبهم. معرفش ليه مع إني كبرت وفهمت إن الكلام ده مش حقيقي، بس برضو لما ابويا يوحشني بستنى القمر يكمل عشان اروح اتكلم معاه. انا بكلم ابويا في اي وقت وفي اي مكان. الصور عجبني اللي انت قلته ده، حلو قوي. نفسي كده لما اموت حد يجي يبقى مجنون ويقف يكلم القمر. انت قلتيلي انك بتكتبي عن ايه؟ انا بكتب مقالات تافهه، بس طول عمري نفسي اكتب ادب بجد، عن البني ادمين والعلاقات. بس المشكله ان انا شايفه ان انا لسه مش مؤهله اصلا ان انا اكتب الحاجات دي. اصل مش صدفه يعني ان كل الكتاب اللي اثروا فينا عندهم خبره بنت لذينه اكبر بكتير من اللي هم حتى بيكتبوه، وانا بقى بلقطها ابيض يا ورد. وانت مش قلت انك ما بتشربيش؟ انا فعلا ما بشربش. الله شفت.
كان أغرب وأحلى فرح ممكن حد يتخيله، بس اللي أحلى بجد هو المكان اللي خدني فيه بعد كده. الله، شفت الشوتينج ستار ده؟ عمري ما فهمت القصة دي، يعني ايه النجوم اتطفت من زمان قوي واحنا لسه شايفينها منورة؟ اكيد البنات اللي جبتهم هنا كلهم حبوك. على فكرة انا عمري ما جبت حد هنا. كذاب قوي. المكان ده يا بنت اتعمل عشان يجمع اتنين بيحبوا بعض وعايزين يكملوا حياتهم مع بعض. تعالى اوريكي حاجة. حكالي قصة عن الجزيرة دي، قصة حب كده زي روميو وجولييت، عن اتنين حبوا بعض وبسبب الظروف ما قدروش يبقوا مع بعض في الحياة، فاختاروا انهم يموتوا سوا في المكان ده عشان يفضلوا مع بعض. وقالي ان البحارة كانوا بيشوفوهم لما بيعدوا من عندها. حبيت اسطورته دي من كتر ما كان مصدقها وهو بيقولها، ورغم انها كانت مأساوية انا وقتها كنت شايفة ان المكان ده قمة الرومانسية، عشان الحياة والموت والحب تلاتة بيتقابلوا فيها زي رشيد. كان الاتفاق ان كل واحد فينا يرجع شغله بعد شهر العسل، بس العسل مخلصش في شهر ولا اتنين، فضلنا كده. رشيد كان عنده استعداد نفضل كده طول عمرنا، حتى لما رشيد بدأ ينزل الشغل كان بياخدني معاه، وده عشان ما بعدش عن عينه لحظة. مش مظبوط، خلاص مش هيجي. بتعمل ايه مع مصطفى؟ عادي يعني، بنرغي. شايفك منسجمة قوي. مش فاهمة قصدك ايه. اشربي مع جوينت ليه؟ في ايه يا رشيد؟ ده مصطفى يعني. ان شاء الله يكون ابوكي. اوعى تعملي كده مع حد من غير ما ابقى موجود، فاهمة؟ كنت فاكرة ان دي طريقة تعبيره عن الحب، مجرد غيرة وهتعدي، ما تخيلتش ابدا انها توصل للجنان. صاحب احمد؟ ايوه. فيها حاجه؟ كان بيقول لك ايه؟ بيسلم عليا. كان بيوصل لك رساله من احمد؟ اه. انت مجنون بقى. وين؟ اي واحده كانت حياتها بتوصل لكده كنت انصحها بكل سهوله واقول لها لازم تتطلقي، لما تكون انت في الموقف ده وتشوف ضعفه وكسرته قدامك القرار ما بيكونش سهل ابدا.
ان انت هنا. عايز فلوس يا مصطفى؟ مش انا قلت لك ان احنا هنعمل صيانه الشهر ده؟ لا ما قلتش. لا قلت لك ثلاث اربع مرات بس انت اللي مش مركز. اعمل حسابك الشهر ده بقى تدبر حالك لغايه لما يجي الشهر الجاي. وانا جاي اشحت منك؟ انا جاي اخد اراضي المركب بتاعي. اراضي المركب بتاعك كله راح في الصيانه. وبعدين مالك متغير كده ليه؟ بقى كل همك انك تيجي عشان تاخد الاراضي وبس. فاكرها ايه؟ الصلاه؟ يعني مفيش فلوس يا مصطفى؟ مفيش فلوس يا رشيد. بعمل صيانه لدي كمان. ما بقاش في حياته حاجه غير المخدرات. وانا طلعين سجارة. عايزة؟ لا. بقولك انا كلمت مروه واتفقنا نتقابل النهارده. هي مروه هنا؟ اه في الجونة. طب ما تكلميها خليها هي اللي تيجي. ايه؟ كلميها خليها تجيلك هي. لا مش هينفع مع اصحابها. بعدين انا زهقت عايز اخرج من هنا. اصحابها اللي هم مين بقى؟ ساره ومي بنات تانية انت ما تعرفهمش. وانت ايه اللي مزهقك بقى؟ انت بجد بتسال؟ مش شايف ان في اي حاجه غريبه؟ شفت بني ادمين كتير عايشين زينا كده؟ انا من ساعه ما بطلت اروح معاك المركب وانت عايج لي هنا في البيت ما بتشتغلش. انا بقى عايزه اشتغل. نفسي اركز في كتابتي بقى. ما تشتغل انا منعتك؟ انت مش مخليني اعمل اي حاجه خالص. هقولك اخرج مع اصحابي تقولي لا. حتى لما امي بتكلمني في التليفون بتتضايق. ما تخنقنيش بقى ان ده حب. ما فيش. انت عايزه ايه؟ ايه في ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه؟ عايزه دمري ودمر نفسك. هو ده اللي عندي. وانا بقى زهقت وعايزه اطلق. انت فضلت الخناقات تزيد والضرب كل مرة كان بيبقى أعنف. كل مرة كان ندمه كمان بيزيد. بس الفرق إنه ما بقاش يأثر فيا ولا حتى دموعه. دي ممكن يكون رشيد اتغير ولا هو كان كده من الاول وانا ما كنتش واخده بالي. زي النجوم اللي في السماء انطفت من زمان بس احنا لسه شايفينها بتبرق قدام.
زين احنا لازم نفضل مع بعض يعني. مش عارف يعني، انا مش عارف اقول ايه. لازم نرجع زي الاول. انا عارف ان انا زباله زباله اهو يعني، تعبت كتير. معلش انا عارف اني قلت الكلام ده كتير والله، بس انا يعني عايزك تساعديني عشان ابقى كويس واتغير. انا حاسس ان انا هتغير والله، حاسس ان انا هتغير يعني، بس انت اقفي جنبي. ممكن تردي لو سمحتي؟ معاك ولاعة؟ في أي حتة؟ إحساسي بعد الحادثة لما فتحت وشفت ضلمة أسود من لو كنت مغمضة، إحساس أبشع من أي كابوس ممكن يشوفه أي حد في الدنيا، والأبشع ألف مرة لما يكتشف إنه مش كابوس. مع الوقت ابتديت أقلم نفسي على الواقع الجديد، على الأوضة الضلمة اللي هفضل عايشة فيها طول عمري. ابتدى يبقى عندي إحساس زي ما أكون شايفة ماما ورشيد أكتر من أي وقت فات. مش ماما ورشيد بس، حتى الحاجات، مرجحة البلكونة، ملمس خدي على المخدة، حتى المراية اللي مش شايفة نفسي فيها. ورجعت أفكر تاني، الحاجة اللي كنت بطلت أعملها من وقت ما عرفت رشيد، علشان كده كان طبيعي إن أول حاجة يرفضها تفكيري رشيد نفسه، لأني لما واجهت نفسي اكتشفت إن ألم العمى هو أقل ألم تسبب لي في رشيد من يوم ما دخل حياتي. الحاجات اللي قتلها جوايا ألمها أقوى بكتير، وأخدت أول قرار مهم. رشيد مش هيفضل موجود في حياتي مهما صعب علي، ومهما حسيت إن إحساسه بالذنب بيذبحه، ومهما بذل من مجهود عشان يكفر عن ذنبه، ومهما كان بيحبني كمان. وابتديت فعلا انفذ قراري من غير حتى ما اقوله. رفعت قضية خلع ومشيت في اجراءاتها، وهو عايش معايا زي الميت ولا عنده اي فكرة اني عملت كده.
البلكونة يا رشيد. قولي جبتلك ايه؟ ايه؟ جبتلك كلب. بجد؟ لونه ايه؟ سميه روكسي. اسمك روكسي. الحاجات الحلوه اللي كان بيعملها لي كانت بتبسطني بجد، ما كنتش بمثل عليه، بس ده مش معناها اني ممكن ارجع في قرار. وهو كان عايش في خياله، فاكر اننا ممكن نرجع طبيعي زي الاول، لغايه ما اضطرني اقولها له بصراحه. عجبك انت الحال اللي انت عايشينها دي؟ انت عارفه تاخد راحتك ولا انا عارف اخد راحتي؟ لو سمحت بقى نرجع بيت الغردقه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لاني مش قادره اثق فيك يا اخي. شايف نفسك قادر تتحمل المسؤوليه قوي؟ ده انت مش عارف تشيل مسؤوليه نفسك، ولا كنت عارف تخلي بالك مني وانا مفتحه. دلوقتي بقى هتعرف تخلي بالك مني وانا عاميه؟ قمت من الوقعة دي مش فاكرة أي حاجة لمدة 3-4 ساعات. ده الجزء المسؤول عن الذاكرة في المخ، شايفة الحتة دي؟ ده تجمع دموي بسبب الحادثة، يعني مش بسبب الوقعة. يعني معنى كده إن أي هزة أو أي خبطة ممكن تأثر عليها. يعني إيه يا طارق؟ مش فاهم. يعني هي هتفضل كده على طول؟ اصبري يا سلوى، أنا بشرح لك الحالة. إحنا هنحاول. على قد ما كان الإحساس ده بيرعبني، كنت بتمنى أفقد الذاكرة على طول عشان أهرب من كل اللي عديت بيه. فضل يهرب بالمخدرات، والجرعة كل مرة بقت بتزيد. كدبت عليه وقلت له ان امي مش عايزاه في البيت، واقنعته يرجع الغردقة وانا بقى احصله بعد فترة، بس ما قدرش. كان صعبان عليا قوي، وخايفة من رد فعله لما يعرف الحقيقة، بس كان كل اللي يهمني وقتها اني ارجع ابدأ حياتي من جديد. انت بتخلعيني
لك العلم انا عارف اني ظلمتك كتير واذيتك بدل المره 20، بس انا بحبك والله العظيم، بحبك والله العظيم. انا بس مشكلتي اني مش قادر اعيش من غيرك. افتح الباب وارفع اشوفك واخلص، ووعدك انك مش هتشوفيني تاني ولا هتسمعي صوتي تاني. ما كنتش عارفة ان ردة فعله هتوصله للانتحار، وما انكرش اني حسيت بعقدة ذنب رهيبة لما كنت بفكر ان رشيد ممكن كان يموت بسببي. ليه ما سبتنيش اموت؟ ووعدته اني مش هسيبه، وانا بيني وبين نفسي متأكدة اني عمري ما هرجع له تاني، بس ده كان الحل الوحيد اني اقنعه انه يدخل المصحة ويتعالج. يعني الدكتور قال لي شهرين تلاتة كده نعدي المرحلة الصعبة دي وبعدين ممكن نتقابل تاني. كتير شهرين تلاتة، ما اقدرش ما اشوفكيش يا زينة كل ده. لازم تقدر يا رشيد، عشان تخف لازم تقدر. هتستنيني؟ المرة دي كدبت عشان، لأن وجودي في حياته هو الدافع الوحيد أكيد اللي ممكن يخليه يتعالج ويبقى كويس. أكيد هستنى. خدت حكم الخلع من أول جلسة، كان رشيد لسه في المصحة، وضميري ابتدى يستريح لما الدكتور طمني أنه بدأ يستجيب للعلاج. ولما ظهر أحمد تاني في حياتي حسيت أنه ممكن تكون دي البداية اللي القدر شايلها لي. معرفش لو أمي كان ليها علاقة بزوره ولا لأ، بس في الحالتين كنت مبسوطة أوي. يلا بقى، الراجل مستني بقاله كتير. شكلي حلو زي القمر. طب والليب جلاس مش ملحوس؟ مظبوط على الاخر. بجد قمر. روكسي مضايقك؟ بالعكس، خد عليك بسرعة. وانت عامل ايه بقى؟ الحمد لله كله تمام. ايوه يعني شغلك عامل ايه؟ فتحت شركتي وماشي كويس، وهو لسه بوقفها. أنا كنت متأكدة. مبروك. الله يبارك فيك. لسه شكلك زي ما أنت يا أحمد ولا لأ؟ أنا حاسة لأ. كلها سنة ونص، ما يتهيأليش تعمل فرق. طب إيه يا معلم؟ هتفضل باصصلي كده كتير؟ بلاش إحراج بقى. لا والله مش قصدي، انتي بس وحشتيني قوي. اللي كان مفرحني اكتر من رجوع احمد ومن الحنين اللي سمعته في صوته، اني اول مره اتاكد من غير ذره لخبطه او شك ان احمد لسه بيحبني. أحمد مش بس خلاني أرجع أكتب تاني، لأ حتى الكتب اللي كنت بحب أقراها كان بيجيبها لي. فعلا النظر ساعات بيخدع، لأني عمري ما شفت أحمد بالشكل ده. مالك؟ بفتكر حاجات زمان قبل ما نسيب بعض. كنت بفكر كتير انا بحبك بجد ولا متمسكة بيك عشان تعودت عليك. ما كنتش اصلا فاهمة يعني ايه حب، بس انت كنت فاهم كويس. لو كنت اديتني فرصة عشان افكر او حتى راجع نفسي يمكن. بس انت جريت ورحت خطبت واحدة كأنك بتربيني، عايز توريني قد ايه انا كنت حمارة. انا لا كان قصدي ربيكي ولا ادبك يا زين، انا كنت موجوع.
ما كنتش حاسس ان انت بتحبيني زي ما انا كان نفسي ان انت تكوني بتحبيني. يمكن لما كانش حصل كل اللي حصل ده كناش هنبقى حاسين بقيمة اللي احنا فيه دلوقتي. صح. بس انا ما كنتش محتاجة اعدي بكل ده عشان اعرف انا بحبك قد ايه وما اقدرش اعيش من غيرك. مش هسيبك تاني وانا مش عايزه اضايقك تاني ابدا. حتى لو ضايقتيني مش هسيبك. ولما اتجوزنا عملنا فرح صغير في وسط اهلي واصحابي، والمره دي قررت البس قستان فرح بجد. واكيد اكيد او بيتهيألي كان شكلي زي القمر. اكتشفت ان احمد كان عنده حق في دي كمان، وانه كان مهم اني امر بالازمه دي عشان اقدر قيمه السلام والامان اللي بحس بيهم معاه، وعشان اشتغل بجد في مشروع اول روايه اكتبها في حياتي. واحمد ما كانش بيفرق ويساعدني في كل حاجه زي زمان. وابتديت اسجل حكايتي، بس حتى مع مرور الوقت رشيد ما رضاش يخرج من حياتي وفضل يطاردني. مالك يا حبيبي؟ نفس الكابوس تاني؟ بس برضه فضلت اشوف كوابيس، المرة دي حتى بقيت اشوفهم.
فين؟ ما تخافش، انا حبسته في اوضه. قوم. انهي اوضه؟ قوم. حبستيه ازاي؟ خبطته. هو مات؟ لا. وانت ليه ضربتيه؟ انا سمعتكم وانتوا بتتخانقوا، هو كان غلط ان انا ضربته؟ اللي عملتيه ده كان الصح، اللي عملتيه فيا قبل كده هو اللي كان غلط. هو انا عملت فيك ايه؟ معقول اكون اذيتك؟ احكيلي طيب انا عملت ايه؟ ايه الصوت ده؟ خفر السواحل. كويس، عايز اجي معاك. لا خليكي هنا، هطلع اشوفهم انا. برضه فضلت اشوف كوابيس، المرة دي حتى بقيت اشوفهم اوضح. سمعت كل المسجلات بصوتك؟ لا. وقفت لحد فين؟ اول ما اتجوزنا.
عايز تعرفي عملت فيها ايه؟ ضحكت عليا وسبتيني مرمي في المستشفى وقلت لي هستناك يا رشيد. طلعتيني عشان تتجوزي الراجل اللي مرمي جوه ده. انا مش فاكره حاجه، هكمل وهفتكر كل حاجه. تفتكري ما تفتكريش ما بقتش فارقه يا زينه. رشيد احنا هنروح فين؟ رشيد رايحين فين يا رشيد؟ افتكرتي ولا لسه؟ شكرا.
لو انت لسه ما افتكرتيش بتحاولي تكسري القفل ليه؟ فاكر ان الزفت ده هينجدك مني؟ انت ازاي بتعملي فيا كده؟ ليه بتعملي؟ ليه بتعملي فيا كده؟ عارفه يعني ايه؟ تقعدي 4 أشهر في مستشفى تسمعي قصص ناس ما تعرفيهاش واقعد احكي لهم عنك. هو ده علاجك يا زينة؟ انا كده هبقى كويس؟ ده كده هبقى كويس؟ ازاي تعمل فيا كده يا زينة؟ ازاي تعمل فيا كده يا زينة؟ انت متجوزة الزفت ده كده يا زينة؟ ندمان يا زينة؟ ردي عليا. ما تخافيش، ما تخافيش. ندمانة؟ ندمانة؟ قولي عايز يعمل ايه وانا هعمله. Good night.
هتروحي فين يعني؟ زين اسمعي كلامي وفهميني كويس. انا بحبك قوي يا احمد. وانا كمان بحبك قوي. جوا يا زين. انا هتصرف لما اطلعي. زينة! Yeah!
بعض وبتديني موت مع بعض. انا عارفه ان انت كنت عايز يبقى جزء من الاسطوره بتاعتك، بس انا مش عايز. انت كده بتقتلني. ما تقتلنيش يا رشيد، حرام عليك يا رشيد، حرام عليك. انا مش عايز اموت. بلاش ارجوك، بلاش تقتلني ارجوك ارجوك ارجوك. إهداء إلى من منحني السعادة وحتى من منحني الألم. فربما من آذانا زرع بداخلنا إصرارا على الحياة، ولربما من أبكانا هو من جعل لابتسامتنا معنى. إهداء إلى القدر الذي أراد لي أن أحيا دون نهار ويكون عمري ليلا أستطيع أن أرسم فيه قمرا وأكمل عمري الآتي بين أسوار الأمر.